تجهيز الموديل بتاع الذراع اليد من ناحيه الميكانيكيه تصميمها على برامج السوفت وير نفس السوليد ووركس او الانسس وبعدين تطبيق بعض الاختبارات عليها على الكمبيوتر المشاركه في جانب الطباعه اللي فيه 3D printing نطبع الطرف ونشوف الاختبارات عليه في على البرامج السوفت وير وبعدين تطبيقها على الحياه الواقعيه. في اختبارات ميكانيكية نفس الستريس والسترين أو غيرهم الاختبارات الميكانيكية نشوف الصعوبات اللي فيها وبعدين نحط الليبل عليها إيش قدرات اليد هذه ونعطوها في الإنتاج القسم الإلكترونيكس وبعدين نقدموها للمحتاج. نشوفوا نحن ايش احتياجاته اليد هذه في شيء بيستعملها، هل حيستعملها مثلا في عباره عن العمل اليد اليومي ناخذ كبايه يفتح الباب او غيرها، هو الحل حيستعملها هيفي ديوتي هو مثلا يعمل بها في منتج معين، هل يعمل بها في مؤسسه في شركه في ورشه، هو يستعملها في الكتابه انه هو استاذ او بروفيسور او طالب، فناخذ نحن ايش احتياجاته هو من اليد هذه كيف شنو بيستعملها، نتصور نحن اليد هذه كيف حتكون مفيده له. الطرف الصناعي اللي ركبته في سويسرا طبعا هو ألماني، مستشفى ألماني، فكلفني في 2000 كلفني 53,000 دولار خاطئ الإقامة، يعني مقارب بيني حوالي 80,000 دولار بالإقامة. كيف من بيانا مثلا ضغطة واجد أو شوية فتح. بينما أن الطرف اللي في الابحاث الاول طرفها طهليه يعني مجانا وكانت التقنيه بتاعها والجوده بتاعها عاليه جدا، يعني نفس تقنيه الالماني اللي كلفني هذا 53,000 دولار. فالحمد لله رب العالمين لو ان الغاري حصلوا دعم بسيط فكيف يعني ممكن يعطوه مجانا لاي مبتور. مؤسسة أبحاث تأسست في يوليو من العام 2017 كمؤسسة اجتماعية تستهدف شريحة مبتولي الأطراف العلوية، حيث تعنى المؤسسة بصناعة أطراف علوية ذكية لمبتولي الأطراف وتقديمها لهم بصورة مجانية برعاية الشركات والمؤسسات المحلية، يعني من باب المسؤولية الاجتماعية لهذه الجهات. السبب أو الفكرة اللي جعلت المؤسسة تتجه إلى هذا المجال هو الوضع الحالي تعاني منه ليبيا من الحروب ومن المشاكل مخلفات الحروب اللي حالت للناس في ليبيا. يعني ما فيش مشاكل مثلا تعطيه